هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله، وشرح جديد على السكريبت جديد. طبعا على السكريبت يا شباب هو انت ريكول على جميع الالعاب، يعني مو جميع الاسلحه هالمره، على جميع الالعاب. اي لعبه كنت تلعبها هذا الانت ريكول اللي راح اشرح لك اياه، وراح اشوفك انت ريكول يعني مره بطل هذا السكريبت على اربع اتجاهات. على اربع اتجاهات باليد راح تشوف انت ريكول، كل ضغطه اتجاه فوق راح تلقى انت ريكول. هسه راح اشوفك تفعيلات السكريبت واشوفك انه شلون تفعل انت ريكول. كل انت ريكول له قيمه، كل انت ريكول له قيمه. المهم يا شباب خلينا نبلش انا كشرح. اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وحط لنا اللايك لهذا الفيديو وفعل جرس التنبيهات. خلينا نبلش انا كشرح. هسه يا شباب راح اشوفكم، طبعا هسه راح اشوفكم هسه يعني ميزات السكريبت. هو ما بميزات بس ثبات، انا شفته بدايه مقطع الفيديو قلت بس ثبات. اوكي الثبات يا شباب بهذا السكريبت ما راح يعني يختص بلعبه، بجميع الالعاب. اي لعبه كنت تلعبها. اليوم راح نحكي شويه على الببجي، اللي جماعه الببجي واكو واحد بالتعليقات كل ما هاي يقول لي ازو زرار السكريبت وانا منتظرك، يمكن هسه راح يعلق اول واحد هو. المهم يا شباب هذا السكريبت اللي اول ما تيت انه تفعل الانتريكولات، الانتريكول الاول هو 30 والثاني هو 35 والثالث هو 40 والرابع راح يكون هو 50. ارقام تخميليه من عندي. انت تقدر تاخذ السكريبت مثلا عندك كل سلاح معين تخلي له مثلا نقول 30 على سبيل المثال، خليت هاي 30 يا شباب، هاي 30 مثلا ثبتها على سلاح معين. شلون تعرف انه هاي ال 30 انه تفعلها شوكت ما تريد وتغير انت ريكول على غير واحد ما تريد ونوبتي ترجع على 30 اللي سويته انت؟ شو تدوس؟ تدوس ال2 وتجاه فوق، ال2 تجاه فوق اللي هي تعطي 30. عارفين شلون؟ انا بدي اشرح على اول وحده وبعدين تعرفون انتم الثلاث البقاء انه شلون تستخدمها على كل سلاح معين. يعني مثلا عندك الاصالت تخلي لها ثبات 40 مثلا، على مثلا الاس ام جي تخلي لها مثلا 35، عندك مثلا المسدسات يعني وهكذا. انت الاسلحه اللي عندك اللي بالبوب جي برينبو، انا اختص يعني انا اشوف انه هذا السكريبت خلينا نخصصه لهذا الفيديو، خلينا نخصصه للبوب جي. اوكي مثلا عندك ال 35، هاي ال 35 شلون تفعلها؟ الشغل فوق ال 30 شو تسوي يا صاحبي؟ تدوس ال2 اوكي واتجاه يمين يتفعل وياك ال 35. مثلا عندك ال 40، عندك هاي ال 40، عندك ال 40 شلون تفعلها؟ فعلها تعطيك انت ريكول 40. شو تدوس؟ تدوس ال2 واتجاه تحت اللي هو سهم اللي جوا، تدوس ال2، تدوس ال2 سهم جوا راح تتفعل وياك ال 40. مثلا تتفعل ال 50، شلون تفعل ال 50؟ ثبات ال 50 شو تسوي؟ تدوس ال2 سهم يسار، ال2 سهم يسار تتفعل وياك ال 50 وهكذا. انت هاي الارقام تخميليه من عندي، انا خليت 30 35 40 50 يعني هاي تخميليه انا على مود بالفيديو تجي حلو مصفطه يعني ال 30 وال 35 وهكذا. طبعا هسه السكريبت ما يعني بس ثبات، بس عندي سكريبت ثاني، عندي سكريبت ثاني للبوبجي. هذا للبوبجي، هذا السكريبت غير البوبجي. اوكي راح اشوفكم سكريبت للبوبجي غير مجاني هذا. اوكي هسه هذا تحصله بالوصف مجاني هذا السكريبت. تعال خل اشوفكم السكريبت الغير مجاني. هذا السكريبت قلت لكم عليه مو مجاني. اوكي هذا السكريبت نظام انه يعطيك انت ريكويل، انت ريكويل 40% داخل السكريبت. ما له شغله عليه اسلحه تستخدمه، ما له شغله السكريبت 40%. هاي ال 40% تقدر تزيد عليها وتنقص عليها. شلون تزيد عليها؟ من داخل السكريبت ومن خارج السكريبت. من داخل السكريبت تيجي تسويها مثلا 50، هاي تظل بالسكريبت 50، انا خليت رقم 40. انا يعني بالنسبه لي هذا السكريبت الغير مجاني. بالنسبه لي داخل السكريبت خليت قيمه الثبات على جميع الاسلحه تكون 40%. او انت تريد مثلا من تاخذ السكريبت تخلي قيمه الثبات على جميع الاسلحه 50 من داخل السكريبت. شلون نقسم هاي ال 40 اول 50 من خارج السكريبت؟ عارفين شلون يا شباب؟ نجي لليد الكنترول. اوكي انا طبعا عدلت عليه هذا السكريبت للناس اللي قالوا بس نضغط من اشمر قرنيت باللاعب واضغط ال ال2 ينزل السلاح اللي جوا، لا عدلت عليها. هسه بعد لازم تضغط شفتين يلا يشتغل عندك الانتري كول، يعني عندك ال2 ار2 يلا يشتغل الانتري كول مال السلاح. يعني انا ادوس ال2 واحد ما راح انتري كول، ولا دست يلا ار2 ما راح يشتغل ياك الانتري كول الا ضغطتين شفتات اثنين تضغطن يلا يشتغل عندك الانتري كول. تدوس ال2 سهم فوق يزيد،
مثل ما تشوفون انا كاتب لكم هنا باللغه الانجليزيه. هذا الانتريكويل يقول لك اذا ضغطت L2 سهم فوق يزيدك رقم واحد، يعني L2 سهم فوق يزيدك رقم واحد، واذا ضغطت L2 اوكي L2 سهم جوه راح يشتغل وياك ينقصك الثبات رقم واحد. تشوفون هنا انا جيت سالب، هنا انا سالب، هنا انا سالب M1 واحد، واحد سالب واحد. اذا دست L2 سهم فوق ينقصك على القيمه اللي خليناها داخل السكريبت. انا هسه جيت خالها 40 اوكي، تنقص وتزيد باتجاه الفوق والجوه، تنقص باتجاه الجوه وهي ضغطت L2 تنقص. L2 سهم فوق تزيد على قيمه ال40 او ال50 اللي تخليها انت، انت جيت تخليها داخل السكريبت تقدر تزيد عليها وتنقص من خلال اليد اوكي. بعد هذا السكريبت ايش بي؟ برابت فاير، خلينا نشوف هنا فوق برابت فاير تدوس L2 سهم يسار يتشغل عندك الرابت فاير، L2 سهم يسار تطفى عندك التي باك اللاعب يقوم لحاله يقوم يقعد بس ما تشتغل الا انت تفعلها، تدوس L2 سهم يمين تشتغل لك، L2 سهم يمين تفصل يعني تلغيه اوكي. وهذا السكريبت قابل للتعديل، اي ميزه تبالك من تشتري السكريبت من عندي، اي ميزه تبالك تجي تقول لي اياها انا اسوي لك اياها بالسكريبت، اي تعديل انت داخل السكريبت هم انت تقدر تعدل عليه السكريبت. انا كل شيء معرب به داخل السكريبت، حتى الازرار مال الرابت فاير خالك الازرار كليات الموجوده مثل ما نشوف هاي ال2 والليفت اللي هو تغير الازرار بين اليمين واليسار باليمين بالرابت فاير. انت عندك بعد عندك التي باك تتغير بزرار التي باك تحصلها داخل السكريبت. يعني انا اشرح لك شرح بالتفصيل داخل السكريبت عشان تفهم علي السكريبت انه شنو وظيفته شنو شغله للعبه ببجي. هذا السكريبت غير مجاني اوكي. هذا السكريبت الثاني ان شاء الله اللي اي بي 4 انتريكول 4 ثبات على جميع الاسلحه، هذا تحصله ايضا بالوصف وتحمله وتعدل عليه على راتك. هذاك الثاني هذا السكريبت هذا غير مجاني يا صاحبي، تجينا على الواتساب وان شاء الله ما نختلف عليه بالسعر. يلا يا شباب نوصل لنا نهايه هذا الفيديو، كل المطلوب عندك انه تخلي اشتراك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات وتخلي لنا لايك لهذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله على شرح جديد او مقطع فيديو جديد ان شاء الله، ونشوفكم على خير. تيم الله.